السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمنور، تدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. النهاردة معانا ضيف جديد وبابجي، بابجي طبعا دكر جيرمان، ربنا يبارك له فيه يا رب. نتعرف الأول بحضرتك. جوزيف، جوزيف لامعه. منين؟ من اسكندرية، من 45. أحسن ناس، ربنا يخليك. بابجي ده بتاعك؟ من هو صغير، من هو شهرين. حاجز له من هو عنده شهرين. محجز له فعلا من هو عنده شهرين. دلوقتي عنده قد ايه؟ عنده 8 شهور وداخل في التسعة. داخل في التسعة. داخل في التسعة. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يخليك. طيب ايه مشاكله؟ هو الكلب فيه طاعة كويسة، مش يعني بيسمع الكلام بس ما فيهوش شراسة، يعني شراسة ما فيش. ما فيش شراسة. ما قلتش ان انت تخليه يهجم على لا بيجيب بيجي يعني في شغل بيهجم، في دم حلو وماسك لا ما بيمسكش ويتعلق في الحاجة. لا لا ما فيش، هو كله اخده لعب، يعني بيلعب مش اكتر. تمام، لعب بس. لعب يعني. طيب في حد من عندكم مثلا، من عندك او من المكان اللي انت فيه، بيقعد يحاربه بالايد والكلام ده كله؟ ايوه في، بيشغلوه شويه برضه. طيب بعد ما بيشغله على فكره بيقعد معاه، بيقعد معاه، بيقعد معاه ويطبطب عليه. ويطبطب عليه. حسن. ده اسكندريه. بص يا باشا اقول لحضرتك على حاجه، المفروض طبعا ان انت الكلب اللي كده، انا شفت اغلب الكلاب في اسكندريه يجي مثلا يشغل الكلب عليك وانت واقف، تمام؟ بعد شويه الكلب ممكن يلعب جنبك عادي، ما يشغلش باله بيك. تمام. طبعا ده بسبب ايه؟ بسبب ان اغلب الناس اللي في اسكندريه لما تيجي تشغل كلابها شراسه، ان بيخلي صاحبه يحارب كلبه وبعد كده يقعدوا يشربوا شاي سوا ويجي طالع الكلب جنبه. فطبعا هو ده الضرر اللي بيعمل مع الكلب كده. المفروض ان انا عشان نخلي الكلب بتاعي شرس، بنفقد له الثقه في الناس اللي حواليه. نفقد له الثقه ديت ان انت مثلا، انت راجل صاحبي والكلب بتاعي، ان انا الكلب حاربك، انت حاربت لمؤاخذه الكلب، بتيجي بعد كده المفروض ان الكلب ما يتعاملش معاك خالص، ما يشمش ريحتك، ما يقربش منك تاني، يبقى في بينكم وبين بعض عداوه. فطبعا من الواضح ان الكلب اللي بيحاربه بيجي جاي قاعد جنبه ويصاحبه والكلام ده كله، صح ولا لا؟ حصل. مش ده اللي حصل؟ هو ده اللي حصل. تمام. طبعا دلوقتي اللي احنا هنعمله ان احنا هنخليه يفقد الثقه في كل اللي حواليه، وانت تساعدنا على الموضوع ده باذن الله لما تستمر. باذن الله لما يعني حتى الناس اللي كانت بتحاربه وتقعد جنبه يفضل ان هم شكرا بالنسبه لهم كده. لا هو مش هيشوفهم تاني. ما يحاربوهوش بقى، ولا يحاربوه ولا يعملوا اي حاجه. يا اما تساعدنا بحد جديد او تساعدنا بيهم برضو، بس ما ينفعش ان هم يقعدوا جنبه خلاص. هو يعني بس اهم حاجه يعني ما ينساش اللي بيتدربوا هنا. لا هو مش هينسى، طول ما انت بتتابع معاه مش هينسى، بس انت ما تمشيش غلط بقى. تمام. يعني انت ما تخليش واحد صاحبك مثلا يحاربه يجي قاعد جنبه، طبعا ده مبدا غلط، فاهمني؟ لازم يبقى في عداوه مع الناس كلها. محدش يطبطب عليه، محدش يطبطب عليه، فرد واحد اللي يتعامل معاه، اللي ياكله، اللي يشربه. تمام. ده المهم بالنسبه للكلب. ولو اخويا يطلع ياكله، ما هو اهل البيت، الاسره اللي في، بص يا باشا، الاسره اللي في البيت تتعامل مع الكلب عادي، لكن ما نجيبش واحد صاحبي مثلا من بره الكلب مش متعود على صوته او على شكله ونقول له اطلع اكل الكلب. تمام. تمام. طبعا ده اكبر غلط، لان الكلب كده بيفقد الثقه في كل اللي حواليه، يعني بيكون كلب اجتماعي، لما مؤاخذه بيثق في كل اللي حواليه، مفيش حد اذيه من كل الناس دي. طب منين انت كده بتلاعبني بقى؟ الموضوع كده باليد ده ملاعبه. تمام. فاصبح ان هو عمره ما هيوصل لشراسه العض. ايوه. تمام. هو كل اللي بيعمله هوا ويخش مثلا، تبقى انت معدي تلاقيه يشتغل عليك، يعمل نمر في الفاضي. ايوه نمر. بس هو عايز يلعب، اللي هو تتحله يجري يتنطط عليك. بسبب ان انت بتخلي اللي يحاربه يكون صاحبك ويقعد معاه بعد كده، وممكن ياكله كمان. وممكن ياكله كمان. مش حط له اكل. لا لا لا، ده اكبر غلط، ده اكبر غلط. لا تمام، غيره من ده كله. تمام. طبعا بالنسبه للحاله الصحيه ما فيهوش اي حاجه، هو كويس، بس ممكن تلاقي فيه شويه حاجات بس من الحشرات مثلا. تمام. خلاص، هي الحشرات دي احنا هنبدا نتعامل عليها، ومن الواضح ان الكلب خاسس. ايوه من الواضح ان هو خاسس. بياكل طقه واحده. بياكل طقه واحده. برضه شغل. بياكل مستوي ولا نايم؟ لا مستوي. مستوي. ما باكلوش غير رقابي. احنا هنوكله نايم. مش مشكله، دي بتاعتك انت بقى. انا جايبه لابو النور ليه؟ ما انا عشان اسيبهولك. بص، الني بيقوي مناعه الكلب، بيقوي العظم بتاعه، فاهمني؟ بيفيده في الخصوبه بعد كده لو حبيت تجوزه. خدت بالك؟ الني بيفرد الكلب بالعربي، لان هو ده من اكله اللحوم، عشان يبقى عندك عين. موضوع المستوي ده يعني في ناس تقول لك لا انا ناكل مستوي عشان الكلب ما يجيلوش صرع وكلام، ملوش دخل بالكلام. ما هو ملوش دخل بالكلام. كل الكلاب اللي قدامك وراك دي كلها بتاكل نايم. كله بياكل نايم. كله بياكل نايم. تمام؟ توكل على الله. توكل على الله. حبيبي ربنا يبارك لك فيه، وباذن الله نتقدم بيكم في مرحله كويسه. تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي للاخ جوزيف، وطبعا بابجي هيبقى معانا من النهارده، هنحاول نغيره ونغير طبعه، وكمان صاحبه هيتابعه على اليوتيوب، وهيشرفنا هنا في اي وقت انت تشرفنا تطمن على الكلب، ما تتصلش وما تاخدش اذن وما تاخدش ميعاد، انت في اي وقت ليك الحق ان انت تيجي تشوف كلب. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يبارك لكم فيه يا رب. تحياتي لكم يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.